واضح جداً إن أنا مش هحتاج ده ولا ده. أنت متأكد إنك مش في المكان الغلط؟ ده مكتب المدرسات، ده مش مكان الطلاب. أنا حبيته. أنت متأكد؟ مفيش حصص تاني، كفاية تعليم، وقت الاستمتاع. يا شباب اهدوا شوية، اكتبوا ورايا عناوين موضوعات حصة النهاردة. بص أنا هضربها في البورد. أوه أنا كسرت الفازة. إحنا مش عايزين نتعلم أي حاجة. أوه بص أنت كسرت الفازة. مستحيل الشغل في الجو ده. أنا اكتفيت، أنا هروح أشوف المدير. ألو؟ فهمت، ما تقلقيش. مساء الخير، مدرستنا محتاجة تغيير كبير. أنتوا الوحيدين اللي هتقدروا تتعاملوا مع الطلاب دول. مستقبل الكلية بين إيدك الباردة وشخصيتك النارية. إحنا جاهزين. حجر، ورقة، مقص. مين دي؟ مدرسة جديدة؟ دي خلتني أترعش. واو دي مدهشة، خلينا نشوف هتتحمل لحد إمتى. يا فصل أنتوا متحمسين بشكل مبالغ فيه، أنا هبرد الدنيا. أنا حاسس إن أنا بردان، الدنيا بقت برد قوي. بررر. فين البرنيطة بتاعتي؟ هو البرد ده جه منين؟ أنا شايفاكم بتترعشوا هنا من مدة طويلة. وقت إنكم تتدفوا شوية صغيرين. الدنيا حر قوي، حد يشغل التكييف. الحرارة لا تحتمل. لو انتوا جاهزين ممكن نبدأ الامتحان. امتحان ايه؟ احنا محتاجين حمام سباحة. اه مسدس مية هو الحاجة المطلوبة بالظبط. يا هوا يا منعش انقذني. ايه رأيك لو خبينا شوية دبابيس ضغط الميس آيسي؟ واو هايل، هاي فايف. خلي بالك كنت هتوقع دبابيس الضغط. يا فصل موضوع النهاردة هو دبابيس الضغط. مين عمل فيا مقلب؟ قولولي دلوقتي حالا. ما كانش أنا ومش أنا. أها فريدي ده كان أنت. طب أنت حاسس بملل في الفصل؟ اتفضل شوية عصا تلج مسنونة أحسن؟ أنا موافق إنها كانت فكرة وحشة. يا ترى المفروض نعمل إيه؟ يا شباب أنا عارف، أنا عندي فكرة هايلة. يلا نعمل مقلب في ميس فاير. أنا هخبلها شوية دبابيس ضغط. شغل هايل يا فريدي، فكرة جميلة. المقلب قديم لكن من ذهب. هو أهو ومحدش هيلاحظ. هاي فايف. يا فصل افتحوا النوت بوك بتاعتكم واكتبوا فيها درس النهاردة. استنوا أنا هرجع تاني. إيه؟ هو مفيش حاجة حصلت ليه؟ في إيه؟ خلينا نشوف. اتفضل فكرتك الهايلة ما نفعتش. كنت هعرف إزاي إن الدبابيس هتدوب. الامتحان ده صعب جدا، أتمنى إن أنا أنجح فيه. الحبر خلص مني، ده توقيت وحش قوي. فريدي معاك قلم؟ لأ. مابل اديني قلم. استنى ده فاضي، لو سمحتي ممكن تديني قلم؟ قلمي مش شغال. ايه قلم؟ هلف قلم في صلصال بوليمر ونشكل شعلة ونضيف ألسنة نار ونخبزها حسب تعليمات عبوة الصلصال. هنغطي قاعدة الشعلة بلون أكريليك أسود ونضيف لون دهبي من فوق باستخدام فرشة ناشفة. هنلون الشعلة ونغطيها بملمع أكريليك. هنضيف شمع سخن للشعلة. أكيد اتفضل. شكرا. أو 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 دي سخنة جدا. ران اتفضل جوانتي. شكرا يا ميبل، كده أحسن بكتير. يا فصل الموضوع ده هيكون في الامتحان. ملل.
ممكن تبطل تضغط على القلم؟ دلوقتي حالاً. القلم اتجمد على طول في إيدي. هنغطي ورقة شكل ماسب ورق زبدة، ونغطي ورق الزبدة بطبقة من لوشن الإيدين. هنضيف شمع سخن بطول الشكل، ونضيف أنبوبة قلم جاف في النص، ورشها بجليتر بألوان باردة، ونغطيها بطبقة شمع سخن تانية من فوق. هنشكل كتل علشان شكلها يبان كأنه سطح تلجي، ونساوي الأطراف. مش قادر أكتب. المدرسة دي قلبها معمول من التلج، ده هيعلمك درس علشان تبقى تضغط على القلم. طيب اكتب الملاحظات. دلوقتي حالا هتاخدوا درجات الامتحان. اوه لا، انا قلقانة جدا، انا غرقانة في عرقي. طيب اتفضلوا النتائج، لكنهم متجمدين. انا متأكدة ان انتوا هتقدروا تتصرفوا معاهم. ايه؟ هو الامتحان جوه كتلة التلج؟ انطلقوا. يلا يا مجفف الشعر، خلينا ندوب التلج ده. سكينتي ممكن تتعامل مع أسرع. مطرقة يا شباب، احنا قاعدين هنا بقالنا ساعة دلوقتي ومفيش حاجة نافعة. أنا بستسلم. مستعدين تعرفوا درجات الامتحان؟ أتمنى أكون نجحت. اتفضلي. حصل إيه للامتحان؟ درجاتكم كانت وحشة جدا لدرجة إن أنا حرقتهم من الغضب. فهيكون في كوارث طبيعية، انفجارات، براكين، فيضانات. أهو لا، أنا مرعوبة. إحنا بنلوث الكوكب وبندمر الطبيعة. لو ما بطلناش اللي بنعمله، ده اللي هيحصل للكوكب بتاعنا. هيتحول لكرة نار عملاقة بقارات محروقة. هنلون كرة أرضية بالأحمر. هنحدد حوالين القارات، ونلون القارات بلون أكريليك أسود، ونضيف فحم. أوه لا، ده ممل جدا. الفترة دي من تطور الأرض بتتسمى بالعصر الجليدي. هنضيف كرة ستايروفوم كبيرة على عود خشب، ونغطيها بلون أكريليك أزرق، ونحدد حوالين نماذج القارات. ونلونهم بالأبيض. هنضيف ملمس خشن بعمل طبقة لون سميكة أكتر، ونسيبها تنشف. وهنضيف عجينة بملمس كريستال باستخدام سكينة باليت، ونلون ستاند الكرة الأرضية بالأبيض، ونضيف الكرة الأرضية المتجمدة فوقيه. القارات متغطية بطبقة من التلج. العلماء بيعتقدوا إن ده كان سبب انقراض الماموث. ده مستحيل يكون حقيقي، أنا مش قادرة أصدق. ده كلام فارغ، ده حقيقي، ده اللي حصل بالظبط. البشر اصطادوا الماموث. اسمعوا كويس. مملين. أظن إن أنا معايا تفاحة. تفاحة! ميبل هتشاركيها معايا؟ أكيد، استمتع. أنا معايا تاني. ميبل، ممكن أخد واحدة؟ لو سمحتي. اتفضل. ودي علشاني. ايه ده؟ حطوا كل التفاحات دي على مكتبي دلوقتي حالا. ودلوقتي ارجعوا مكانكم. هاي، الجرس رن، مفيش تفاحات تاني. وانتوا هتكونوا مفيدين. انا هدوب شوية كراميل. وهغمس فيه تفاحة. يامي.
ودي. لا، أنت خد دي في الهدف مباشرة. هايل، كفاية. أوه، إيه ده؟ تفاحة؟ أنا لما بغضب بجمد الحاجات. أوه، التفاحة اتجمدت. دي لذيذة ومنعشة جدا. هيو، الحمد لله إن التفاحة هي اللي اتجمدت مش أنا. يو، حفلة هايلة. حفلات الكلية هي الأحسن. هاي يا شباب، خلينا نولعها. احنا بنتحرق. نار. هاي، هم الناس راحوا فين كلهم؟ طيب جميل، يلا بينا نولع ساحة الرأس. هاي، الخطة في يمين، شمال. برافو عليك، انا لازم امشي. يا شباب، انا عندي فكرة. خلونا نعمل معركة بكور التلج. هنعمل كرة من صلصال أبيض خفيف ونغطيها بالمايكا. هنعمل شوية كور تلج. هاي، انطلقوا. ووبس، ميس فاير. لكن كرة التلج ما جاتش في مدرستنا السخنة، دي دابت. طيب خلي بالكم، درجات امتحاناتكم رهيبة. أنا هقول لأهلكم. أهلنا مستحيل يشوفوا ده، إحنا لازم نخفيها. المغناطيس مش راضي يتحرك، دول باردين جدا، زي ما يكونوا اتجمدوا. مفيش فايدة، هنخلص صمغ إيبوكسي حسب تعليمات العبوة. ونضيف مايكا ودرجات لون باردة من الجليتر في قالب سيليكون شكل كريستال، ونصب فيه الصمغ ونسيبه يجمد ونخرجه من القالب. هنثبت مغناطيس في القاعدة باستخدام شمع سخن. أنا عارف، يلا نجرب نفكهم من التلج. انطلقوا يا مجفف الشعر القديم الشاطر. يلا يلا. أوه، أهلنا. ايه اللي بيحصل هنا؟ مفيش حاجة. عجبتكم مدرستنا الجداد؟ يبقى قولولنا في التعليقات ايه اللي حبيتوه أكتر. قلم الشعلة السخنة، مغناطيس التلج، ولا الكرات الأرضية من التلج والنار المتجمدة والنارية. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات المضحكة من تروم تروم.